بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج إكسترا اليوم. قبل ما نبدأ مع حضراتكم في سياق هذه الحلقة والملفات اللي هتكون حاضرة في هذه الحلقة، خليني أبدأ بهذا الخبر. أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ عن التعاون مع شركة القاهرة كابيتال للاستشارات المالية كمستشار استثماري لشركة إبدأ لتنمية المشروعات، وذلك للتعاون في إنشاء صندوق للاستثمار المباشر بمساهمة من إبدأ وعدد من المؤسسات المالية وبعض شركات الاستثمار الخاص للمساهمة في تنمية الشركات المتوسطة سواء العاملة أو الناشئة. يستهدف هذا الصندوق في مرحلته الأولى الاستثمار في 10 شركات بما يتوافق مع أهداف مبادرة إبدأ في دعم وتوطين الصناعات التي تعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية أو زيادة الصادرات، والتي من أهمها قطاع التصنيع الزراعي، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيميائية، صناعات الغزل والنسيج والملابس والصناعات الطبية وغيرها. كما يستهدف الصندوق تطبيق نظم الحوكمة وتحسين سبل الإدارة للشركات المستهدفة بما يتوافق مع معايير الاستثمار المصرية والدولية وتأهيل هذه الشركات للطرح في البورصة المصرية. ويستهدف الصندوق رأس مال للشريحة الأولى بمبلغ يقدر بمليار جنيه مصري على أن تتولى شركة القاهرة كابيتال إنهاء كافة التراخيص اللازمة لإنشاء الصندوق ووضع السياسات المالية والاستثمارية بالتعاون مع مبادرة إبدأ. جدير بالذكر أنه تم اختيار شركة القاهرة كابيتال لما لها من خبرات في مجال الاستشارات المالية للشركات والمؤسسات وأسواق المال وإدارة صناديق الاستثمار. طيب خليني أعود مع حضراتكم لسياق هذه الحلقة، حلقة جديدة في أسبوع جديد من إكسترا اليوم، والحقيقة عندنا مجموعة كبيرة ومهمة من الملفات هنتكلم عليها. بالتأكيد الحقيقة في هذه الحلقة في مقدمة الملفات ستكون القمة المصرية الأوروبية، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا. الحقيقة أن هي قمة بالتأكيد بتؤكد مكانة مصر وقيمة مصر لدى الدول الأوروبية ومساعي مصر كمان المستمرة لتطوير العلاقات مع مختلف القوى الفعالة والمؤثرة. بطبيعة الحال كمان هنتوقف بالنقاش والتحليل لآخر مستجدات الملف الفلسطيني إلى جانب ملف مهم بيتعلق بالانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الأخير. على مدار ساعة إلا قليلا سأكون مع حضراتكم، أنا نانسي نور، والبداية سيكون عن القمة المصرية الأوروبية.
بتستضيف القاهرة النهاردة قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على مستوى أو إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق المصالح المشتركة. أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بقصر الاتحادية كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا. ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث عبرت أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن سعادتها لزيارة القاهرة للاحتفال بإنجاز جديد في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. هذا وأشارت في تدوينة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية العلاقات المصرية الأوروبية سوف تزداد بمرور الوقت. على كل حال، المزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك نانسي. في البداية دعني أبدأ معك بأهمية انعقاد هذه القمة، الملفات التي ستكون على أولوياتها، وأيضا توقيت هذه القمة الحقيقة اللي هو يعني مهم للغاية يا دكتور. طبعا في البداية نانسي، أولا دلالات عقد هذه القمة تحمل كثير من الدلالات. الدلالة الأولى بالطبع هو التخدير العالمي والتخدير الأوروبي لمكانة ومحورية الدور المصري في الشرق الأوسط في تحقيق الأمن والاستقرار، وأيضا الدور الذي تلعبه مصر في العديد من القضايا المختلفة. الدلالة الثانية أيضا هي بتعكس السياسة الخارجية المصرية الرشيدة الفعيلة، والتي تسعى إلى توظيف علاقات مصر القوية مع كل دول العالم خاصة الاتحاد الأوروبي، وعلاقات الرئيس شخصيا مع زعماء هذه الدول، ومكانة مصر واقتصادها فيما يسمى تعزيز التنمية في الداخل ضمن ما يسمى مفهوم دبلوماسية التنمية، ومعنى أن تتم استخدام هذه العلاقات وهذه السياسة في تعزيز التنمية، في جذب الاستثمارات، في بناء شراكات اقتصادية وتجارية مع كافة دول العالم ومع كافة التكتلات والمناطق في إطار التنويع دوائر السياسة الخارجية المصرية، وهو بما يعود في نهاية المطاف على المواطن المصري. الدلالة الثالثة أيضا أنها تأتي من حيث التوقيت، أنها تأتي في توقيت مهم من حيث ما تشهده المنطقة من يعني أزمات على الأصابع. بالطبع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجهود مصر المتواصلة على المسارات المختلفة الإنسانية والسياسية والأمنية لوقف هذا العدوان وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. الدلالة الرابعة أيضا بتعكس حقيقة الطفره الكبيره التي شهدتها العلاقات المصريه مع الاتحاد الاوروبي في عهد الرئيس سيسي، سواء علاقه مصر مع الاتحاد كتكتل او مع دول الاتحاد كفراد. صحيح. طيب دكتور احمد، الحقيقه انه العلاقات المصريه الاوروبيه يعني علاقات شهدت العديد من المراحل، عندما نتذكر منها نتذكر ربما اهم الملفات التي ساعدت مصر على الحد منها، وهو ما يتعلق بالهجره غير الشرعيه. والحقيقه انه كان في نجاح كبير قوي للدبلوماسيه المصريه او للسياسه المصريه في هذا الملف، واثر كمان بالتبعيه على دول الاتحاد الاوروبي. الان تاتي هذه الزياره مع وجود ازمه جديده وهي
أزمة غزة وما يحدث في الداخل الفلسطيني. ربما سيكون هذا هو من أول الملفات سيتم مناقشتها دكتور أحمد. إلى أي مدى أيضا من الممكن أن يكون هناك تعاون في هذا الملف لوقف نزيف الدم الفلسطيني؟ بالطبع نانسي، يعني طبعا ملف غزة تصدر القمة المصرية الأوروبية بالطبع، لأنها ملف له تداعيات مهمة، واستمرار الحرب في غزة نعرف أنها تداعيات كثيرة على المنطقة والأمن المنطقة حتى على الدول الأوروبية، خاصة مع تأثير تداعيات هذه الحرب فيما يتعلق بتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وتأثر دول أوروبا حقيقة من التجارة العالمية وتأثر الملاحة الدولية. الأمر الثاني أيضا أن هناك تقدير كبير من الدول الأوروبية لدور مصر حقيقة على كافة المسارات، سواء المسار الإنساني وإدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ولكن الآن المقترح طبعا لإقامة ممر بحري بين قبرص وهي مشاركة في القمة وبين القطاع غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية، وهذا بيعكس حقيقة الدور الذي دائما لعبته مصر فيما يتعلق بالدور الإنساني، وضرورة أن يكون هناك حشد دولي وأن يتحرك العالم لتخفيف المعاناة الإنسانية. أيضا على المسار السياسي تسعى مصر بالطبع إلى العمل على حل شامل لهذا الصراع من خلال حل الدولتين، وأنا في اعتقادي أن دور مصر ودبلوماسيتها نجحت في إعادة وضع القضية الفلسطينية في قلب أجندة الاهتمام العالمي وأيضا في الأطراف الأوروبية التي غيرت كثيرا من مواقفها بفعل الدبلوماسية المصرية وتوضيح الأمور على الأرض الواقع، ولذلك وجدنا دول كثيرة في أوروبا مثل أسبانيا وغيرها وألمانيا. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا دكتور أحمد، لو سمحت لي خليني أتكلم مع حضرتك فيها باستفاضة. الحقيقة يعني الجملة اللي حضرتك تفضلت بذكرها أنه يعني مصر جعلت الحقيقة القضية الفلسطينية في قلب أجندة الاهتمام العالمي، ده يخلينا نتحدث عن الموقف الأوروبي بشكل عام تجاه القضية الفلسطينية. منذ بداية هذه الأزمة في 7 أكتوبر كان هناك موقف ربما يعني يأتي في صالح الجانب الإسرائيلي من جانب الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد ذلك الحقيقة تغيرت هذه المواقف واتهمت يعني اتهم الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تقوم بجريمة حرب في الداخل الفلسطيني وأدانتها بكل الإدانات الممكنة. أعود معك إلى هذه النقطة تحديدا، إلى أي مدى مصر كانت لها دور في المساهمة في هذا الموقف الأوروبي دكتور أحمد؟ وبالفعل نانسي كما أشرتي المواقف الأوروبية كانت في البداية منحازة إلى الجانب الإسرائيلي تحت زعم الاستبداد الإسرائيلي بأنها تدافع عن نفسها في مواجهة الإرهاب، وتبين حقيقة بفعل الجهود المصرية والإعلام المصري وما قالته الإعلام من القناة الإخبارية وغيرها من وسائل الإعلام المصرية الصورة الحقيقية أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي، أن ما تقوم به إسرائيل هي جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني تستخدم سلاح الجوع. أيضا المقاومة المصرية والتي ترى أن ما حدث في 7 أكتوبر وما بعدها ما هو إلا عرض لمرض، هذا المرض يتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار العدوان وغياب أفق التسوية السياسية، ولذلك كانت المقاومة المصرية مقاربة شاملة هو حل هذا الصراع من جذوره، وهو ما أثر على كثير من المواقف الأوروبية التي تحولت باتجاه الدعم الفلسطيني والتعاون مع الفلسطينيين رفض العدوان الإسرائيلي وأن ما تقوم به جرائم إبادة جماعية. الخطاب الأوروبي حتى على المستوى السياسي بعد أن كان هناك يعني ربما يعني غموض في المواقف وربما التباينات، الآن الكل يتحدث عن أهمية حل الدولتين، حتى بدأ يتكلمون عن فكرة اعتراف دولة فلسطينية من طرف واحد كما رأينا في بريطانيا في أسبانيا في فرنسا في ألمانيا وغيرها. هذا بيعكس حقيقة أن هناك توافق وقناعة تامة بأن ما قدمته مصر من رؤية تقوم على أولا وقف العدوان، منع توسع الصراع الإقليمي، العمل على إنقاذ الفلسطينيين وإنقاذ من المجاعة الإنسانية ووقف هذه الحرب، حرب الجوع وحرب الإبادة الجماعية، العمل على حل شامل وجذري للصراع. ولذلك أنا في اعتقادي الجانب الأوروبي لديه دور مهم باعتباره له دور فعل فيما يتعلق بعملية السلام، وأيضا أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية. هناك رؤى أوروبية والاتحاد الأوروبي ضمن ما يسمى الرباعية الدولية التي تضم الأمم المتحدة أيضا وأمريكا وغيرها، وأعتقد أن هذا بيمثل أهمية كبيرة، ولذلك هذه القمة تأتي في توقيت مهم ليس فقط على مسار وقف العدوان ووقف الحرب ووقف جرائم الإبادة الجماعية، ولكن أيضا العمل على حل شامل وجذري للصراع الفلسطيني وقمة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية في عام 67. وبالتالي هنا الفكرة الأساسية أن التعامل الجذري مع هذا الصراع ينبغي أن يكون في إطار أن هذا الحل الشامل والسلام العادل والدائم، لأن الرواية الإسرائيلية والسردية الإسرائيلية كانت تخطف القضية الفلسطينية وتستغل ما حدث في 7 أكتوبر للقضاء على ما تبقى من القضية الفلسطينية، سواء من خلال التهجير القسري واستراتيجية الجحيم أو من خلال إفشال كل الحلول السياسية. ولذلك هنا كانت المواقف الدولية وعادت مصر القضية لمسارها الصحيح في قلب الأجندة الدولية، أن هذا الشعب الفلسطيني شعب أعزل من النساء والأطفال
نحقق تقرير مصيري، وانما تكون باسرائيل هو عدوان واباده جماعيه، وبالتالي الحل ليس منطق القوه الاسرائيليه والاباده، وانما هو الحل والسلام العادل والدائم. وهنا تغيرت المواقف كثير، خاصه بعد ان تغيرت على المستوى الشعبي ومستوى الراي العام وخروج الملايين من المظاهرات بفعل ما نقله الاعلام المصري من جرائم على ارض الواقع، وغيرت المواقف الان في ضروره العمل المطالبه اولا بوقف دائم لاطلاق النار، وهذا لم يكن موجودا من قبل. الامر الثاني العمل على حل الدولتين واقامه دوله فلسطينيه، وانا في اعتقادي هذا بيعكس محوريه وتحركيه وفعاليه السياسه المصريه التي تعتبر ان القضيه الفلسطينيه في قلب السياسه المصريه، ولذلك مناقشه قضيه غزه اليوم تمثل اهميه كبيره من حيث التوقيت فيما يتعلق بوقف هذه العدوان والوصول الى هدنه على الاقل في شهر رمضان، او فيما يتعلق بالترتيبات السياسيه لما بعد الحرب وضروره اقامه الدوله الفلسطينيه. نعم، انا الحقيقه بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت اليه من تفاصيل. الدكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، أيضا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائية، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين والمرتقب توقيعه اليوم. كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان على ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل إلى حد المجاعة، وذلك من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. مثلنا مع حضراتكم في سياق هذا الملف، الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو واحد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، مع بداية العلاقات اللي تشكلت رسميا وتاريخيا عام 1962 لما أبرمت مصر اتفاقية تجارية مع الجماعات الاقتصادية الأوروبية، وبعدها تطورت العلاقات وامتدت حتى وقتنا هذا، ووصلت وفقا لبيانات عام 2023 بنتحدث تقريبا عن إجمالي 37 مليار يورو، هو حجم التجارة بين مصر الاتحاد الأوروبي. هنا نتعرف على تفاصيل أكثر عن تاريخ العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في سياق هذا العرض. تتعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وفي هذا الإطار وقعت مصر اتفاقية مع الجانب الأوروبي عام 2018. المزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف الأستاذ آية حمزي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهلا بحضرتك يا فندم.
يعني الهدف من هذه القمة، يعني العديد الحقيقة من الملفات ستتم مناقشتها، ولكن أيضا هناك هدف للوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أستاذة آية، وهذا ربما بشكل كبير ينصب على الجانب الاقتصادي بشكل أو يعني بطريقة أو بما. دعيني أبدأ معك بالشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. خليني بس أقول لحضرتك في الأول أن مصر دايما هي محور ونقطة ارتكاز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة أو العلاقات الدولية. وفي الحقيقة نجاح العلاقات المصرية الأوروبية وعلاقتنا بالاتحاد الأوروبي هي مثال للشراكات البناء، وده اللي ظهر بشكل واضح في وقت الكورونا، وساعتها تم إطلاق الشراكة الثنائية اللي هي من 2021 ل 2027. فخليني أقول إن زيارة مسؤول الاتحاد الأوروبي بقيادة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ومجموعة من القادة الأوروبيين للقاهرة لزيارة مهمة جدا، وتعتبر رسالة قوية ودعم وتأكيد على المكانة المحورية لمصر، باعتبار إن مصر هي ركيزة للأمن واستقرار المنطقة وبوابة للقارة الإفريقية. وعايزة أشير لترفيع العلاقات اللي بيننا وبين الاتحاد الأوروبي لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ده أمر شديد الأهمية جدا. ومصر تعتبر من الدولة، يعني هي الدولة الوحيدة بالمنطقة اللي تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات الأوروبية، يعني نفسي أشير لده بطريقة مهمة جدا، وده تأكيد للمكانة الخاصة اللي بتواجهها أوروبا لمصر. لو جينا اتكلمنا بقى من الناحية الاقتصادية، ففي إطار ترفيع العلاقات دي هيكون أو تم إطلاق الحزمة المالية اللي هي 7.4 مليار يورو، فده بيعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري وقوته ومكانته. والحزمة دي في الحقيقة تتكون من ثلاث مكونات، اللي هي أول حاجة قروض ميسرة بفايدة منخفضة وفترة سماح ما بتقلش عن 20 سنة، كمان تشجيع الشراكات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر وفي مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين الصناعات اللي دايما الدول أوروبا بتستثمر فيه في مصر، ومنح لا ترد وتشمل دعم فني في مجال التدريب وخلافه. كمان عايزه اشير لمبادرات مبادله الديون اللي بتعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الاوروبي، وده بيكون في مقابل تنفيذ مشروعات تنمويه. وعايزه برضو اقول ان تم تنفيذ برنامجين مع الجانب الايطالي، وده كان اصلا بيجرى تنفيذه من 2001، وتم تنفيذ كمان برنامج مع المانيا من 2011، وكان البرنامجين اصلا بتبلغ 720 مليار دولار. فده بيوضح لي قد ايه ان دور مصر حيوي جدا، انه يتم توفير جزء ان هي كمان مصر بتحاول ان هي توفر جزء كبير من احتياجات اوروبا من الغاز من خلال محطتي الاستهلاك. والحقيقه دي نقطه مهمه جدا استاذة ايه، لو سمحتي لي ان انا اتكلم مع حضرتك فيها بالتفصيل. فكره يعني الملف الخاص بالغاز وتحول مصر الان انها تصبح واحده من الدول المصدره حتى للغاز للاتحاد الاوروبي. مظبوط، يعني انا بتكلم في صادرات مثلا الغاز الطبيعي المسال لاوروبا حوالي 8 مليون طن، بقيمه الصادرات بتوصل لاكثر من 8 مليار دولار. وخليني اكد ان صادرات اصلا الطاقه المتجدده هي احد مجالات التعاون اللي بيننا دايما وبين اوروبا، والاتحاد الاوروبي هو من اكبر الشركاء التجاريين لمصر، بيغطي فوق ال 24% من حجم تجاره مصر، وارداتنا يعني حوالي اكثر من 25%، وصادراتنا لاوروبا كمان اكثر من 21% صحيح، 16.2 مليار دولار. فبتكلم ان الاتحاد الاوروبي هو احد المستثمرين الرئيسيين في مصر، تعتبر مصر ثاني اكبر متلقي للاستثمار الاجنبي المباشر من الاتحاد الاوروبي، سواء في منطقه الشرق الاوسط او شمال حتى افريقيا. طيب خليني أتكلم مع حضرتك في نقطة الحقيقة، أنه إلى أي مدى الاتحاد الأوروبي أيضا واحد من اهتماماته أو من أهم ربما اهتماماته أن مصر تكون في حالة استقرار اقتصادي، لأنه ذلك بالتبعية سيؤثر على ملف الهجرة غير الشرعية بشكل أو بما أستاذة آية، وفكرة الاستقرار الاقتصادي الداخلي في مصر أيضا سيحد من فكرة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي. مظبوط، لو انا بتكلم ان مصر هي من اهم الدول اصلا في الشرق الاوسط، او هي ليها دور محوري كبير، فبالتالي ان الدول الاوروبيه دايما او اي دول حتى بره بتتوجه انظارا نحو مصر، سواء في الاستثمار زي ما بقول لحضرتك ان كمان بيننا العلاقات ما بتقتصرش الشراكه على التبادلات التجاريه والاستثماريه بس، لا دي بتمتد كمان لتشمل منح ومساعدات وقروض ميسره. كمان ان مصر فيها يعني بتستحوذ حوالي اكبر خمس دول اوروبيه مستثمره بمصر على نسبه تتجاوز 87% من الاستثمارات. كل ده بيحاول انه احنا بنعزز من مكانة مصر، لان كمان خليني اقول لحضرتك ممكن يسهل الحزمة دي بايه على الاقتصاد المصري.
يعني عندي وفره بالعمله الاجنبيه، فده اصلا هيساعدني ان انا بقضي على السوق الموازي والصرف الاجنبي اللي كانت حقائق وتم اصلا يعتبر القضاء عليه. كمان هيتم خفض معدلات التضخم بالاضافه لتوفير العمله الاجنبيه لاستيراد المواد الخام. وخليني اقول ان لما تم الاطلاق كمان عن السلع والبضائع من موانئ قيمه اكثر من 1.7 مليار دولار في اول 10 ايام من الشهر الجاري بالاضافه لصفقه راس الحكمه، كل ده هيوفر لي سيوله دولاريه هتضر على الاقتصاد المصري بعائد كويس جدا. صحيح. طيب ما يعني المتوقع من هذه الزياره ومن هذه القمه استاذه ايه في المجال الاقتصادي على المستوى القريب؟ وانا بتكلم في حزمه باكثر من 7 مليار يورو بتهدف لدعم الاقتصاد وسط المخاوف اللي بتحصل وسط الازمات والازمات العالميه. فانا بتكلم في التجاره، يعني هيعود على التجاره الاف دي اي بتاعي الاستثمار الاجنبي المباشر هيزيد، هيحصل استقرار في الاقتصاد المصري بالاضافه ليه باقي الموارد الدخل الدولاري الثانيه اللي حصلت عليها مصر الفتره اللي فاتت. نعم. كل ده حال استقرار للاقتصاد المصري. صحيح. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل الأستاذة آية حمدي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. أيضا المزيد من المتابعة والتفاصيل عن هذه القمة المصرية الأوروبية بينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. سيادة السفير، أهمية هذه القمة، أهمية توقيت أيضا هذه القمة. طبعا التوقيت مهم جدا. العلاقات المصرية الأوروبية هي علاقات قديمة ومتنوعة ولها مجالات عديدة وفي اتفاقيات شراكة بقالها سنوات، ولكن المرحلة الحالية بتقتضي فعلا أن يكون في ركيزة للاتحاد الأوروبي في الإقليم، ركيزة الاستقرار وركيزة لديها قوة ذاتية، وأعتقد أن مصر بتمثل كل هذه العوامل، ومن هنا فكانت مرشحة فعلا لعمليات الاتفاق بالعلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية، وده في حد ذاته أمر مهم جدا في المرحلة الحالية في إقليم مضطرب زي ما الناس كلها ملاحظة. الأوضاع غير مستقرة على الإطلاق، ومن هنا كان من الضروري أن يكون في قدر كبير من التشجيع والتمسك بقوة الاستقرار الموجودة في الإقليم وهي الدولة المصرية. عشان كده التوقيت مهم جدا في هذه المرحلة. نعم، بالتأكيد هناك أولويات على رأس هذه القمة بسيادة السفير، ربما على رأسها ما يتعلق بالملف الخاص بغزة، مناقشة هذا الأمر كيف سيكون، ما المتوقع بعد هذه القمة المصرية الأوروبية فيما يتعلق بالملف الفلسطيني؟ من الواضح أن في تقارب كبير في المواقف وفي وجهات النظر وفي الرؤى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي عامة والدول المجتمع اليوم ايضا في مصر خاصه خصوص. ده من شانه ان هو يولد قوه دفع لفكره اولا الحصول على وقف اطلاق نار مستدام في الفتره القادمه وبدايه العمل على دفع المساعدات الى الشعب الفلسطيني، وايضا الارتقاء بالموقف الى فكره ان يكون في قدر من النافذه الايجابيه للحل السياسي للقضية الفلسطينية. كل دي أمور مهمة جدا، وفي نفس الوقت هتكون هي محل النقاش في المرحلة الحالية في هذا الاجتماع في القمة، ولكن اللي بيميز القمة أن هناك تقارب كبير جدا في وجهات النظر ما بين مصر والدول الأوروبية في مختلف القطاعات، وأيضا طبعا موضوع غزة ده على رأس هذه الأولويات لأن هو ده الشغل الشاغل العالم كله في المرحلة الحالية. كيف ترى التغير في الموقف الأوروبي فيما يتعلق بقطاع غزة سيادة السفير؟ يعني طبعا يعني كلنا لاحظنا أنه بداية الأمر كانت في قدر كبير من التحفظ في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه،
ولكن الآن أعتقد أنه إسرائيل قامت بنفسها بدفع الرأي العام في مختلف أنحاء العالم للوقوف مع الشعب الفلسطيني نتيجة سوء التقدير اللي وقعوا فيه والعمل العسكري المباشر اللي عمل به ضد الفلسطينيين. سيادة السفير، أنا لو سمحت لي أن تبقى معي لبعض الوقت وسأعود إليك لاستكمال هذا النقاش. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار النمساوي كارل نيهامر على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات من ضمنها التعاون الاقتصادي، مكافحة الإرهاب. كما ناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها القطاع، مؤكدا على أهمية تنفيذ حل الدولتين لضمان استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم. مرة أخرى أعود إلى ضيفي عبر الهاتف سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، برحب بحضرتك مرة تانية، ودعني أنتقل معك للحديث عن التوافقات بشكل عام المصرية الأوروبية حول تطورات في المنطقة. حضرتك لسه قايلة خبر مهم جدا، وهو لقاء ثنائي مع مستشار النمسا. يمكن الرأي العام في مصر كان لاحظ أن النمسا كان موقفها إلى حد كبير في بداية الأزمة في غزة منحاز تماما إلى جانب إسرائيل. صحيح. ولكن الآن أعتقد أنه نتيجة الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية بخصوص هناك تغير ملحوظ في موقف النمسا، يمكن تكون من أحد الدول الآن متعاطفة تماما مع يعني رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني نتيجة العنف والعدوان الإسرائيلي. فده بحد ذاته يعتبر تحرك دبلوماسي إيجابي من الجانب المصري، بيجعل بعض الدول اللي كانت عندها قدر من الانحياز الآن بتاخد مواقف أخرى يعني مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني وبتسعى إلى رفع المعاناة عنه. ده بحد ذاته أمر مهم ويعتبر نجاح للدبلوماسية المصرية في هذا الإطار. طيب سيادة السفير، أعود مرة أخرى للحديث عن التوافقات بشأن التطورات في المنطقة، التوافقات المصرية الأوروبية، إلى أي مدى هناك تقارب أيضا في وجهات النظر حول ما يحدث في المنطقة بشكل عام وتداعيات ما بعد ما يحدث في قطاع غزة أو ما يحدث أو ما يسمى بحرب غزة؟ سيادة السفير، طبعا حضرتك الأمور اتسعت في المرحلة في الأيام الأخيرة أو في الأوقات الأخيرة نتيجة بعض التدخلات من جماعات أخرى موجودة في أماكن تتحدث أحيانا حرية الملاحة في البحر الأحمر. يمكن الموقف المصري والموقف الأوروبي أيضا بيعملوا جاهدين على ضمان حرية الملاحة ووقف أي اعتداءات على السفن التجارية التمر من مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر. وطبعا أكيد الدولة المصرية يعني أصيبت بخسائر اقتصادية كبيرة عواهد قناة السويس، أكيد حصل فيها انقباض نتيجة هذه الأحداث في منطقة باب المندب. هناك أيضا تأكيد مصري أوروبي على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وفي نفس الوقت يكون في تأكيد مصري أوروبي على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والحصول على وقف إطلاق نار مباشر في مرحلة الحالية. ولعل الأهمية الخاصة بهذا الملف، ملف البحر الأحمر تحديدا، ربما تجسدت بشكل قوي في الاتحاد الأوروبي في الإعلان في 19 تقريبا فبراير الماضي سيادة السفير عن تأسيس قوة بحرية جديدة تحت مسمى خطة أسبيدس. أيضا لو نتحدث عن هذه الخطة وأهمية هذا الملف بالنسبة للاتحاد الأوروبي. طبعا مرور التجارة من البحر الأحمر إلى قناة السويس إلى البحر المتوسط، ده كل ده يعتبر تجارة للاتحاد الأوروبي وضمان هام جدا بالنسبة للتجارة وبالنسبة للاقتصاد الأوروبي، وبالتالي هم من أوائل الدول التي تضررت نتيجة هذه الأعمال ونتيجة تأثير الأحداث اللي حصلت في منطقة المندب على حرية الملاحة في البحر الأحمر. إذن المصلحة مشتركة لجميع الدول، ولكن طبعا في النهاية قد تكون هناك استخلاصات هامة في هذا الصدد
انه يجب ان يكون هناك وقف اطلاق نار سريع في غزه على اساس انه نمنع اتساع وامتداد احداث العنف في الاقليم نتيجه استمرار العنف ضد الشعب الفلسطيني، وده في حد ذاته امر مهم جدا. وهناك يعني اعتقد العالم كله بما فيها الولايات المتحده الان بترمي الى الوصول الى وقف اطلاق نار، لان ده في حد ذاته هيكون له تاثير كبير على استقرار الاقليم باكمله ووصولنا الى مرحله من مرحلة الهدوء والابتعاد عن تهديد الممرات الملاحيه اللي بتاثر على حريه التجاره في العالم. اخيرا سياده السفير لو سمحت لي، ايضا الحقيقه ان في يعني توافق كبير للغايه ومساهمه مصريه كبيره جدا فيما يتعلق بمكافحه الارهاب والحد من العمليات الارهابيه حتى في الداخل الاوروبي. الى اي مدى في هذا الوقت ايضا هناك تخوف لدى الاتحاد الاوروبي من عوده ما يسمى الذئاب المنفرده بعد انتهاء القضيه الفلسطينيه او يعني الخلاص مما يحدث في الداخل الفلسطيني؟ على ذكر يعني التوقعات دائما تقول انه العنف ضد الشعب الفلسطيني بيولد عنف اخر في اماكن مختلفه، وبالتالي الجميع من مكافحه الارهاب قد تكون بدايتها هي الوصول الى حلول قويه علميه للقضيه الفلسطينيه. هو ده المنفذ الوحيد امام القضاء على الارهاب بشكل كبير ونهائي. ولكن طبعا للاسف اسرائيل لازالت في اطار سياستها المتعنته واستعمالها للقوه، ده في حد ذاته فعلا ممكن يشجع على عمليات ارهابيه وعمليات انتقاميه في اماكن متعدده. نعم. وبالتالي الارهاب ممكن فعلا ان هو يكون له بيئه صالحه في الفتره القادمه نتيجه العنف الاسرائيلي في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه. أنا طبعا بشكرك على هذا الحديث، شكرا جزيلا سيادة السفير محمد العربي وزير الخارجية الأسبق، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعد عودة لاستكمال ما تبقى من إكسترا اليوم.
مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة أخرى في إكسترا اليوم، وخليني أنتقل مع حضراتكم لآخر ملفات هذه الحلقة، وهو الملف الفلسطيني وتطورات هذا الملف. والحقيقة أنه هو كمان حاضر بقوة في القمة الأوروبية المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على العديد من الأمور، أبرزها ضرورة وقف إطلاق النار، رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني. هذا في وقت بتواصل مصر جهدها لدعم القضية الفلسطينية وأشقائنا في قطاع غزة، والتوصل لهدنة في أقرب وقت ممكن، واستمرار توصيل المساعدات بشتى الطرق. للمزيد من النقاش بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. أهلا بك يا دكتور. تحياتي لحضرتك، أهلا وسهلا. خليني أبدأ مع حضرتك بالقمة التي تنعقد في مصر، القمة المصرية الأوروبية، ربما على أهم يعني جدولها أو في أولويات جدولها ما يتعلق بملف فلسطين وملف غزة. كيف ترى مناقشة هذا الملف في هذه القمة؟ ما الذي سينتج عنه؟ أتحدث معك أيضا بشكل عام عن الموقف الأوروبي في هذه الأزمة أو لهذه الأزمة. بعد التحية، لو بدأنا طبعا بالقمة المصرية الأوروبية، هي قمة هامة جدا، ويمكن أول موضوعاتها كما أشرت حضرتك مسألة القضية الفلسطينية، خاصة طبعا أن أوروبا أصبح لها اهتمام بارز بهذه القضية من جانبين، الجانب الإنساني وأيضا الجانب السياسي. لو بدأنا بالجانب الإنساني، وهو لا ينفصل طبعا عن الدور المصري خلال يوم 7 أكتوبر حتى تاريخه، نجد أن مصر قامت بدور مؤثر جدا فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية بالتكاتف والتضامن أيضا مع جهود المجتمع الدولي. طبعا أوروبا في البداية يمكن كان موقفها مغاير، بمعنى أن أوروبا يمكن تأثرت بالصورة الذهنية التي حولت إسرائيل تصدرها من خلال أنها ضحية وأنها أيضا تم اختطافها كما يقال وما إلى ذلك. لكن طبعا من خلال أيضا تصدير الإعلام العربي وأيضا الدول الأخرى للصورة الحقيقية، بدأ أوروبا موقفها يتغير، سواء من خلال ضغط الشعوب الأوروبية على قيادتها، أو من خلال أيضا سعي الحكومات الأوروبية للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وشاهد بنفسه التعنت الإسرائيلي سواء ما يتعلق منه بوقف إطلاق النار أو دخول مساعدات إنسانية. وبالتالي الموقف الأوروبي تغير كثيرا، حتى أن نجد أن الإسقاط الجوي يتم من خلال التشارك ما بين مصر وبين الدول والأردن وبعض الدول العربية، إضافة إلى الدول الأوروبية ومنها ألمانيا. فأنا أعتقد أن الموقف الأوروبي تغير كثيرا فيما يتعلق بموقفه تجاه القضية الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة، إضافة طبعا إلى البحث عن مسألة وقف إطلاق النار. رأينا على سبيل المثال الكثير من التصريحات الأوروبية ترفض مسألة اجتياح رفح، والتأكيد بأن مسألة اجتياح رفح هي مسألة خطيرة جدا تهدد الأمن الإنساني في هذا القطاع الذي يوجد به 1,400,000 نسمة، إضافة طبعا إلى المسائل الخاصة أيضا بدخول المساعدات الإنسانية، رغم أن هناك أيضا يمكن مساعي يمكن جسر بحري أو المنفذ البحري الجديد الذي تم تدشينه لدخول مساعدات إنسانية لشمال قطاع غزة، لكن إلى الآن طبعا لا يكفي الاحتياجات. نتحدث عن قرابة 2 مليون طبعا يحتاجوا إلى المزيد والمزيد من المساعدات الإنسانية، سواء من الجانب الغذائي أو الجانب الاستشفائي، وكلها أمور طبعا أعتقد أن المجتمع الدولي لم يقم بدوره على أكمل وجه فيها. وبالتالي طبعا الرؤية الأوروبية اليوم تتحدث عن مسائل أيضا يمكن تشبه الدور المصري، سواء منها ما يتعلق بدخول مساعدات إنسانية وتكثيف دخولها، إضافة إلى المساعي الإنسانية للمساعي السياسية عفوا لضرورة أن يكون هناك حل سياسي، سواء من خلال هدنة مثل التي حدثت في يمكن نوفمبر الماضي من خلال دخول الوقف لإطلاق النار ودخول مساعدات إنسانية. لكن طبعا الهدنة ستكون بشكل جديد، أولا ما يتعلق منها بأمد الهدنة، يمكن نتحدث عن 6 أسابيع، تحدث عن مراحل ثلاثة للهدنة، إضافة طبعا إلى البحث عن التركيبات ما بعد اليوم التالي للحرب. نعم. دكتور محمد، أنا طبعا انتهى وقتي للأسف، ولكن سأكتفي بهذا القدر، والحقيقة بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز المصري للدراسات السياسية، المركز العربي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من إكسترا اليوم، كنت معكم فيها على مدار ساعة إلا قليلا، أنا نانسي نور، شكرا لحضرتكم، شكرا لفريق العمل، وإلى اللقاء.